هي خطة النجاح للإمام علي وشون أقدر أحقق أي شيء أريده؟ اليوم بهذا الفيديو راح أحكي بالتفصيل عن خطة الإمام علي عليه السلام. يعني هاي خطتها موجودة بكتابه درر الحكم وكذلك بكتاب نهج البلاغة، والناس جمعوها وسواها خطة النجاح لمن أقوى للإمام علي، خطة كلش محكمة حتى تحققون أي شيء تريدوا. قبل لا أبدأ بالفيديو لازم أعرف عن نفسي، يعني أحب أسوي هاي النوع من الفيديوهات اللي تنصح الطلاب، لأن دائما الطالب ممكن يتابع محاضرات بس ما عنده أحد يوجهه، فأحب أنه أنا أكون موجهة لكم وأساعدكم حتى تحققون كل أحلامكم. أنا اسمي زينب أحمد، مدرسة مادة اللغة الإنجليزية للسادس الإعدادي وبقية المراحل المتوسطة والإعدادية. دا أنزل شرح كل المنهج على اليوتيوب كل المراحل، فأريدكم تشتركون بقناتي وتتابعون شرحي بالصورة الكرتونية، ودائما بشرحي أتبع أساليب حديثة، لأن أنا دائما أقرأ وأطلع على علم النفس وعلى هاي الأمور اللي تخلي الطالب يضبط المادة ويقرأ وما ينسى. فضروري يا طلاب تتابعون شرحي على اليوتيوب خصوصا السادس الإعدادي، دا أنزل هسه حالياً دا أنزل بيه ومستمرة بالتنزيل، فلازم تتابعوني قبل لا أبدأ بخطة الإمام علي. يلا تعالوا نسولف عن خطة الإمام علي. طبعاً الإمام علي عليه السلام بالخطة مالته خلى نقاط ولازم تتبعوها بالترتيب، فتعالوا نبدأ بأول نقطة. أول نقطة قال عنها الإمام علي هو التفكير بالنجاح، يعني إحنا لازم نفكر بالنجاح، لأن هو طلاب يجوني ست أنه أنا مستواي مو زين بمادة الإنجليزي، وأني لأن أنا ما أحبها أنا أكره الإنجليزي، فهذا تفكير سلبي، هذا الشيء كلش غلط. أهم شيء التفكير الإيجابي، يعني أنت من تريد أنه مثلا تطلع معدل قول أنه أنا تفكير إيجابي، لأن هو أنا ما عندي حظ، أنا ما أطلع معدل، أنا هالكلام، أنا محسود، أنا ما أدري شنو كذا كذا، يطلع أعذار نفسه فيفكر بتفكير سلبي. كلش ضروري التفكير الايجابي. انا دائما طلاب مني يسجلون عندي من يقولوا لي ست انا مستواي ضعيف، اقول لهم لا، يعني طلاب خصوصا بالدوره الالكترونيه دائما يعني يتواصل وياهم، فاقول لهم لا، انت مستواك مو ضعيف، انت تقدر، انت مجرد ما تبذل هذا الجهد الكافي ودائما مستواهم يتحسن. لما اقول لهم قولوا حبوا ماده الانجليزي، ماده الانجليزي يحبوها، مثل ما انا دائما احاول انه اخلي الطلاب اصلا تحب الانجليزي من خلال شرحي الكرتوني، اخلي الماده حلوه وكرتونيه ومميزه. فتقدرون تتابعون شرحي على اليوتيوب او دراسات الالكترونية. ليش؟ انا دائما احاول اركز على هذا الشيء، انه ما اريد الناس تكرهها، ما اريد الناس تكره الانجليزي. انا دائما بشرحي احاول اركز على الطرق الحديثه للتدريس، لان انا احب اقرا كتب علم النفس، احب يعني انتم تشوفون انه هو محاضره عاديه بس انا اخذ اوقات ساعات حتى اخطط لها شلون تصير، يعني تخطط انه تصير كرتونيه او تصير فشكل معين حتى يعجبكم وحتى الطالب يحفظه ويكون سهل واسهل للذاكره حتى يخلي الطالب يحب ماده الانجليزي. فالتفكير الايجابي شيء كلش حلو، التفكير بالنجاح انت لازم تفكر بالنجاح سواء مادة الإنجليزي أو المواد الثانية. وأنا الإنجليزي أريدكم تعتمدون بي عليه، وأكو همين قناتي مع تليجرام اشتركوا بيها، أكو عندي بوت مع التواصل تقدرون أنه تتواصلون وياي من خلاله حتى مثلا تراسلوني الأشياء اللي أبالكم أو الأسئلة اللي عندكم حتى همين أجاوبكم. وهسه خلينا نرجع على موضوعنا، احنا التفكير بالنجاح شيء كلش ضروري. فاول فكره، اول وحده هي التفكير بالنجاح، لازم تفكرون بالنجاح وتفكرون بنفسكم كناس ناجحه وناس تحبون المواد اللي تقروها وتقدرون ان تحققون معدلاتكم. شوف الرب، شوف دائما حتى رب العالمين بالقران يعني ياكد انه احنا لازم نكون ناس ايجابيه ومو ناس نكدر. فنفس الشيء همين الامام علي همين يذكر هذا الشيء، انه احنا لازم نفكر تفكير ايجابي. ثاني خطوة هي التخطيط الناجح، كلش ضروري ان واحد مو بس يفكر يقول يلا انا اريد اصير الاول على العراق ويروح وينام، لا، يعني انت اكيد مو بس فكرة، لا، هي يراد لها خطوات. احنا ما نقول خطوة للنجاح، لا، هن خطوات للنجاح. فاحنا اول شيء انه نفكر بصورة ايجابية، ثاني شيء نخطط. التخطيط هو انت تخليك ورقة وقلم تكتب لك المواد. انا هم سويت قبل فترة فيديو مال تخطيط لان انتم طلبتوه من عندي مال تنظيم وقت، بس ممكن اسوي لكم فيديو ثاني هسه اذا تريدون كتبوا لي بالتعليقات او تواصلوا وياي بالبوت بالتليجرام قولوا ست احنا نريد نسوي لنا فيديو مخصص ومفصل لتنظيم الوقت وشلون نخطط وقتنا، لان هواي اسئله تجينا عنه، فاذا تريدون اسوي لكم فيديو خاص عنه. المهم التخطيط يعني ما يحتاج انه اللي ما تريدون انه مثلا تتابعون فيديو، انتم قعدوا ويا نفسكم حاولوا تاخذون نصيحه، مثلا ان شاء الله اذا اسوي لكم فيديو انه اسولف لكم شوي اعطيكم نصائح، بس اهم شيء من انتم لازم تخلوه ببالكم، ما عليكم باصدقائكم، ما عليكم باهلكم، انتم سووا لكم يعني الخطه اللي تفيدكم او الخطه اللي تساعدكم، فهاي هي خطه كلش ضروريه. ثالث شيء يعني هسه هاي الخطوه الثالثه او ثالث شيء هو لازم السعي والجهد، انت لازم تجهد حتى تحصل الشيء اللي تريده.
يعني مو بس انت شوف الخطوات ايش قد مهمه، وحده تكمل الثانيه، بس افكر بالنجاح وانام، لا لازم اخطط، افكر بالنجاح واخطط اسوي خطه نجاح، بس ما اقرا والتزم. يعني هو طلاب مثلا اشوفهم يسوي جدول ويرتبه ويسوي مخططات ويرسمهن، يقرا يوم يوم انه بيبطل وما يستمر، لا انت لازم تسعى، الانسان لازم يسعى ولازم يتعب، وان ليس للانسان الا ما سعى، اذا انت ما تسعى ما راح تحقق الشيء اللي تريده، فالسعي كلش ضروري، السعي والجهد وبذل الوقت والابتعاد عن الاشياء مثلا السوشيال ميديا، هاي الامور، واركز بس بدراستي، هذا الشيء كلش مهم. زين، الخطوه اللي بعد السعي الصبر، الصبر حتى توصل للنجاح، كلش ضروري الصبر طلاب، ليش؟ لان الصبر يعني انت اذا ما صبرت على النجاح ما راح تحققه، شلون يعني؟ يعني هو الطلاب مثل ما قلت يفكر بالنجاح تفكير ايجابي، خطط، سعى وجهد، بس سعى وجهد لمده شهر نوبمل، لازم تصبرون، الصبر خطوه كلش مهمه وضروريه، ويمكن من اصعب الخطوات، ممكن انت سويتهم كلهن، سعيت وجهدت وكذا، ورا فتره اسبوع اسبوعين مليت، فالملل لازم تصبر على الملل، لازم تصبر على هذا الروتين، الصبر شيء كلش مهم. شوفوا الامام علي شلون حلو مرتب الخطوات، فانت شوفوا خطوه الصبر انه ذاكرها بعد هذني، لان يقول انه انت من توصل لهالنقطه راح تمل، فلازم تصبر على هذا الشيء، فضروري الصبر يا طلاب، تدرون انه ماكو شيء نحصله بالساهل، فلازم نصبر عليه حتى نحقق حلمنا او الاشياء اللي نريد. واللي بعد الصبر هي النظره الايجابيه، طلاب حرفيا هاي الكلمة النظرة الإيجابية كلش كلش مهمة، خلي أسولف لكم عنها يعني بشكل موجز، زين ما أريد الفيديو يصير مطول. النظرة الإيجابية يعني أباوع للأمور بصورة إيجابية، يعني فرضا واحد أنه مثلا كان مستوى، خلينا نحكي عن الإنجليزي، كان مستوى بالإنجليزي أنه يرسب، قال أنه أنا أريد أطلع 100، ظل قرأ تعب نفسه وصل للخمسين، راح شلون؟ راح يتحبط وما راح يلتزم، لان هو قال انا نردت 100 حصلت 50، بينما انت لو تباوع للنظره الايجابيه انت مستواك تحسن، انت عرفت ترتب وقتك، انت رتبت نفسك، انت نظمت وقتك، فانظر للامور بصوره ايجابيه، من تباوع للامور بصوره ايجابيه راح تقدر انه تحدد من مناطق الخطا اللي خطات بيها وتتعلم من اغلاطك، فمره ثانيه تجيب 80 يلا توصل لل100، فما ممكن واحد يعني يبدي انه قبل ياخذ 100، لا ممكن انت خطوات يلا توصل، مثلا تبدي امتحان الشهر الاول مو ذيك الدرجه، شهر ثاني درجة زينة، بعدين بنص السنة تجيب درجة عالية، نوب بالوزارة تجيب درجة أعلى، فمن شلون؟ فيعني أنت لازم تنظر للأمور بنظرة إيجابية، دائما الناس الناجحة، وحتى أنا دائما أباوع يعني دوكيومنتريز وفيديوهات وشغلات عن الناس الناجحة، من أشوفهم يحجون دائما عندهم نظرة إيجابية للأمور، من تحكي وياه ويقول لك أنا أصلا محقق حلمي، أنا أصلا واصل للشيء اللي أريده، لأن عنده نظرة إيجابية وعنده يعني بعقله أنه هو إذا متوفرة إليه هاي أنه هو فكر بالنجاح والسعة وبذل جهده واستمر وصبر أكيد راح يحقق حلمه، فالتفكير بالنجاح هو التفكير الإيجابي بالنجاح شيء كلش ضروري، النظرة الإيجابية. أخير نقطة هي دع نجاحك يتحدث عنك، شلون يعني؟ يعني بدل ما تظل تروح للناس انه شوفوا جدولي، شوفوا شلون أقرأ، شوفوا عدد ساعات قرايتي، شوفوا شلون أنظم وقتي، هذا الشيء كلش غلط، لازم انت تخلي من تطلع معدل هم الناس يشوفوك انت شلون تعبت على نفسك، او حتى مثلا ما تحتاج الناس، انت اصلا لا تشوفهم، النجاح هو اللي يحكي عنك، ولازم ما تظل تشارك انه اي شيء تسويه تروح تقول للناس، ان الناس مو كلها تتمنى لك الخير. فبس هذا بالنسبه لخطط النجاح، ما اريد الفيديو يطول اكثر، اذا تريدون اسوي لكم جزء ثاني احكي اكثر عن هاي الامور يعني النجاح اكتبوا لي بالتعليقات، وفيديو تنظيم الوقت اذا تريدون اسوي لكم اياه اكتبوا لي بالتعليقات، وبس شكرا على المتابعه، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، وهمين تشيكون دوراتي الالكترونية مع السادس اعدادي وثالث متوسطة، ان شاء الله افتح لهم دورات، شوفوا قناتي مالت التليجرام، وبس شكرا على المتابعة.